استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر قضيبية اليوم السيد رودي درامنوند سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى المملكة. خلال اللقاء هنأ سموه السيد رودي درامنوند بمناسبة تعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، متمنيا سموه له التوفيق والنجاح في القيام بمهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. أكد سموه أن علاقات التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تشهد تطورا مستمرا على كافة الأصعدة في ظل ما يربط بين البلدين من تاريخ طويل ومتميز من الصداقة التي ترتكز على التفاهم والاحترام المتبادل. ونوه سموه إلى حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع المملكة المتحدة إلى آفاق أكثر تقدما من خلال التوسع في الشركات القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون تخدم المصالح المشتركة. من جانبه أعرب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومؤكدا حرص بلاده على مزيد من العمل لتعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين.